في كل عام في مثل هذا اليوم في رأس كل سنة هجرية تتكرر لديهم هذه الطقوس والمشاهد. إلى متى هذا البكاء؟ وإلى متى هذا العويل؟ قالوا ألم يكفي البكاء بتألمي من ألف عام بالدموع وبالدم؟ لمتى الحسين على المنابر نعيه؟ دهراً ولم يسكن عويل الماتم. قلنا دعونا والبكاء فلعلنا نؤتي به حق الرسول أعظم. هذه عقيدتنا حرارة جرحنا، ولكربلا كل الفجائع تنتمي. وكأننا لم نبكي يوما، إنما اليوم نبدأ من هلال محرم. اليوم نبدأ من هلال محرم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته.